البعد عن الرفث والفحش في الكلام وسائر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الصوم له سنن وآداب ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يعمل بها. فمن ذلك أولاً السحور، وهو سنة مستحبة بإجماع العلماء، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. الحديث متفق عليه. والمستحب في السحور التأخير، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل له: كم كان بينهما؟ يعني كم كان بين السحور وبين الأذان، يعني طلوع الفجر؟ قال: قدر 50 آية. الحديث متفق عليه، يعني بمقدار قراءة 50 آية، وهو زمن يسير. الأمر الثاني تعجيل الفطر. ومعنى تعجيل الفطر أن يبادر الصائم إلى الإفطار عند أول وقت الإفطار، وهو غروب الشمس. لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الحديث متفق عليه. ومعنى لا يزال الناس بخير يعني لا يزال أمر الناس منتظماً على الخير ما داموا مستمسكين بهذه السنة. فأما المؤذن الذي يؤذن، فإن كان هناك من يترقب أذانه لكي يفطر، فإنه يبادر إلى الأذان قبل أن يفطر، يؤذن أولاً ثم يفطر، لأن الناس يترقبون أذانه ويفطرون إذا سمعوا الأذان، فيؤذن أولاً حتى لا يتأخر الناس عن الإفطار. وأما إذا كان الناس لا ينتظرون أذانه ولا يترقبونه، كما لو كان في سفر مع جماعة، أناس من أقاربه أو أصدقائه كانوا في طريق السفر وهم سوف يفطرون معه ولن يترقبوا أذانه، فحينئذ له أن يفطر ثم بعد ذلك يؤذن، لأن الأمر يسير، فهم قريبون منه، معه حاضرون. وكذلك من باب أولى إذا كان وحده في السفر ودخل الوقت، فلا بأس أن يفطر ثم بعد ذلك يؤذن. الأمر الثالث الإفطار على رطب أو تمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي. الأمر الرابع الدعاء عند الإفطار. فقد روي في الحديث: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس المواظبة على قراءة القرآن وعلى البر والإحسان والصدقات وغيرها من القرب والطاعات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. الحديث أخرجه البخاري. الأمر السادس البعد عن الرفث والفحش في الكلام وسائر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور
والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الحديث أخرجه البخاري. الأمر السابع الإعراض عن الجاهلين، فإذا سبه أحد الناس أو أراد العراك فليعرض عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فليقل إني صائم إني صائم، يعني ذكرها مرتين، فيقولها إما في نفسه أو بلسانه، وقيل يقول إحداهما في نفسه والأخرى بلسانه، ولعل تكرار ذلك لأجل الحث لأجل حثه وترغيبه على أن يعرض عن ذلك الذي سبه.